بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكرام، بشكر سيادتك فندم على تشريفك لهذا المعرض والمؤتمر العالمي المعني بقضايا أفريقيا، وبشكر هيئة الشراء الموحد واللواء طبيب بهاء الدين زيدان ومجموعة العمل اللي عملت الحقيقة من خلال عام كامل على الإعداد الجيد لهذا المشروع الكبير بتوجيهات من سيادتك. لماذا أفريقيا؟ لأن أفريقيا بتمثل حوالي 16.7% من مواطني العالم. إذا كنا مواطني العالم 7.9 مليار مواطن، فأفريقيا لوحديها 16.7. لكن هناك تحديات بتواجه قارة أفريقيا وتواجه مصر كجزء من قارة أفريقيا. هذه التحديات اللي بتأثر على الخدمات الصحية لكل المواطنين على مستوى القارة متمثلة في التعليم والزيادة السكانية والفقر، وأيضاً الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في كل الدول الأفريقية أو في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي. يخطئ من يتصور أن الخدمات الصحية هي تعتمد على مستشفيات وكوادر طبية، ولكنها منظومة متكاملة تبدأ من التعليم والطرق والاستثمار وأيضاً الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. ومن هنا كانت في مجالات الفقر 76% من مواطني أفريقيا يعيشون تحت خط الفقر بأقل من 2 دولار يومياً، و46% أقل من دولار يومياً. إذن حوالي 490 مليون مواطن أفريقي من أصل حوالي 1.3 مليار يعانوا من فقر مدقع. هذا بالإضافة إلى عدم وجود منصات تعليمية يصل من خلالها إلى أكثر من 40% في أمية في كل الدول الإفريقية، مع 60% تقريباً من التهرب من التعليم. وتعاني قارة أفريقيا مثلما يعاني كثير من دول العالم من الزيادات السكانية التي تمثل عائق أمام كل خطة التنمية. الفقر هو أصعب من أي فيروس وأصعب من أي مرض، ويمكن إذا كان هناك أمراض تؤدي إلى الوفاة، فالفقر وأثاره تؤدي إلى كثير من الظواهر الصحية التي يتأثر منها الشعوب الأفريقية. 50% من الأطفال اللي بيتولدوا تحت 5 سنوات في العالم، اللي بيتوفوا تحت 5 سنوات في العالم، بيتوفوا من قارة أفريقيا. يعني العالم كله 50% من أطفاله اللي بيتوفوا قبل سن 5 سنين بيكونوا من هذه القارة، من أمراض الجهاز التنفسي، من الملاريا، من الإسهال، من السل، من مرض نقص المناعة المكتسب اللي هو الإيدز، وطبعاً أمراض وبائية ومعدية وأمراض غير سارية أيضاً كثيرة. يمكن العالم النهاردة بيركز أكتر على الأمراض الغير سارية زي السكر والضغط والأورام والأمراض الوراثية. كان من فترة طويلة كان التأكيد أو التأثير كله على الأمراض المعدية والوبائية، ولكن النهاردة حوالي 64% من فقدان الحياة نتيجة الأمراض الغير معدية اللي بنسميها non-communicable diseases. وبالتالي كيف نتوقع أن يكون هناك منظومات مريضة صحياً أن تعالج مرضى؟ How can sick hospitals cure sick people؟ وخاصة عندما لا يكون هناك متاح أدوية ومعدات وخدمات صحية، وهي حق من حقوق الإنسان. إذا كنا بنتكلم على الحق في الحياة والحق في الصحة، فهي حق أصيل من حقوق الإنسان. أقل من 2% فقط من ما تحصل عليه أفريقيا من دواء هو من إنتاجها، ويتم الاستعانة بأكثر من 98% من الخارج. هذا هو حال هذه القارة بوضوح، وإحنا جزء من هذه القارة. ولكن تنبأت مصر منذ سنوات، وفي خلال 7 سنوات الماضية كان علينا أن نجد حلولا غير تقليدية للتعامل مع هذه الأزمات التي يمكن أن نشترك في كثير منها. ومن هنا كانت استراتيجية تطوير منظومة الصحية في مصر التي حتى الآن ندرس إعادة هيكلة المنظومة بكثير من الجوانب. هنتطرق لماذا فعلت مصر وكيف تكون مصر سنداً لأشقائها في الدول الإفريقية بتجارب
تبدو لنا أنها ناجحة، نتمنى أن تكون ناجحة في عيون الأفارقة حتى يمكن الاستفادة منها. المحاور اللي هتكلم عليها هو البنية التحتية، الطواقم الطبية، الخدمات الصحية. عندما نتحدث عن استراتيجية خاصة بالعلاج، لابد أن يكون هناك مستشفيات مجهزة تجهيز كبير، لابد أن يكون هناك عاملين أو بنسميهم الأطباء والتمريض والهيئات المساعدة مدربين، وأيضاً هناك خدمات صحية علشان تقدر أنها تلتقي مع ما تم استثماره من بنية تحتية ومن طواقم طبية. هي دي المنظومة التي يعتمد عليها أي تطوير. إذا اتكلمنا على البنية التحتية، مصر استثمرت في 7 سنوات 300% من الإنفاق في الموازنات. كنا 33 مليار وصلنا ل 108 مليار. ده يدل على حجم الاستثمار في القطاع الصحي. 169.5 مليار جنيه تم استثمارهم في القطاع الصحي في آخر 7 سنوات. احنا بنقول كده ليه؟ لأن زي ما الدولة أخذت نصيبها في الطرق والكباري والمشروعات الزراعية والمشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومشروعات المتعددة من الإسكان، هناك أيضا استثمارات ضخمة جدا تمت في مجال التعليم ومجال الصحة في خلال 7 سنوات الماضية. إذن الدولة كانت تعمل على كل المحاور بنفس المعدلات. ده اللي خلانا نقدر، حتى المؤسسات اللي على مستوى العالم زي الاي ام اف قالت ان مصر بتستثمر بشكل كبير جدا. اذا اتكلمنا على المشروعات البنيه التحتيه في القطاع الصحي، لا يوجد محافظه في مصر ما فيش فيها سواء تطوير او رفع كفاءه او انشاءات جديده. بنتكلم على اكثر من 55 مليار جنيه في سنوات قليله الماضيه. وطبعا التحقيق اللي تم من خلال هيئه الشراء الموحد وهيئه الدواء وهيئه سلامه الغذاء، ده تغيير في النظم التنظيميه الخاصه بالمنظومه الصحيه اللي لابد ان تتوفر حتى تنجح المنظومه الصحيه. لو خدنا مثال بعض الامثله زي معهد ناصر اللي سياده الرئيس صدق لنا عليه ان يتحول الى مدينه طبيه يمكن ان يكون فيها الان 1612 سرير، ويعني أكثر من 335 سرير عناية مركزة و100 وحدة غسيل كلوي و95 حضانة، وأيضا غرف عمليات متطورة جدا. يتحول 35 فدان على النيل في موقع متميز من معهد بيقدم خدمات لملايين المواطنين سنويا، إلى مدينة طبية عالمية بكل ما تملكه من خبرات ومن خدمات وأيضا من بحث علمي في كل المجالات العلمية والبحثية. هذا المعهد المنتظر أن يبدأ تطويره في خلال الشهور القليلة القادمة ليكون ذراع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء عندما تصل إلى القاهرة أو حتى بعد وصولها للقاهرة. هذا مثال من الأمثلة. إذا رحنا لمعهد القومي للأورام وهو 500-500، وهو أيضاً أحد المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام بجانب المعهد القومي للأورام وبجانب 14 مركز أورام تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى المحافظات، نجد أن هذا المعهد الضخم يمكن أن ينقل العلاج الأورام نقلة نوعية بوجود أكثر من 300 سرير وأيضاً أكثر من 80 غرفة عناية مركزة وأيضاً علاج للكيماوي وعلاج إشعاعي خلال مكان يستطيع أنه يقلل العبء على معهد القومي للأورام الذي يقوم بدور كبير بالإضافة إلى معاهد الأورام المنتشرة على مدار الجمهورية. إذا رحنا القلعة من قلاع التعليم والعلاج في مصر وهي جامعة عين شمس، وتصديق سيادة الرئيس على تحويل جامعة عين شمس أيضاً إلى مدينة طبية، جامعة عين شمس ومستشفياتها لوحديها بتخدم 3628 سرير، تخدم آلاف من المرضى وملايين من المرضى على مدار الشهور وعلى مدار الأيام بتخصصات مختلفة في كل مجالات التخصصات، وبأعضاء هيئة التدريس واستشاريين يعملون جانب زملائهم من وزارة الصحة في كل المجالات. لو اتكلمنا على المنوفية، لو رحنا ناحية الدلتا نلاقي أن أيضاً جامعة المنوفية في مشروع لتحويل مستشفيات جامعة المنوفية لخدمة حوالي 10 مليون مواطن في منطقة الدلتا بأكثر من 4000 سرير و3755 سرير داخلي وسيرة عناية مركزة وغرف عمليات لخدمة مواطنينا. هذا هو الاستثمار الذي يتم من مصر للمنظومة الصحية. إذا انتقلنا إلى جبل الجلالة في مدينة واعدة وهي مدينة الجلالة،
يعني بتكليف من سيادة الرئيس كنا عمرنا ما نقدر نتصور ان احنا نصل في يوم من الايام ان مدينة الجلالة يكون عليها جامعة عالمية دولية بالشراكة مع كل المؤسسات الدولية المرموقة على مستوى العالم، وفي حضن هذه الجامعة المستشفى التعليمي الذي تسمى مستشفى الجلالة. ما ترونه أمام حضراتكم هو صور من الواقع وليست صور افتراضية. هذه المستشفى الآن يتم التعاقد مع كيانات عالمية للشراكة وإدارة هذه المستشفيات حتى تكون مستشفى قوامها 577 سرير، يوجد بها أكثر من 50 وحدة عناية مركزة وأيضا سرة مركزة لعلاج الأورام وعلاج التخصصات المختلفة، 10 غرف عمليات وأكثر من 87 عيادة متخصصة. هذه هي ما ترونه هو جزء من منظومة التدريب والتعليم، لكن لن نكتفي بهذا. وكانت الجمهورية مصر العربية من خلال توطين صناعة الدواء لكفاءة الدواء وأيضا للاكتفاء الذاتي من الدواء، كانت هيئة الدواء المصرية والشركات الوطنية وعلى رأسها شركة أجديما ومصانع فيكسيرا أو الشركة القابضة للقاحات التي كان لها دور كبير في التعامل مع جائحة كورونا من خلال توفير كثير من اللقاحات أو حتى تصنيع المحلي للقاحات. وأيضا لم نكتفي بهذا، وكان المشروع القومي بتكليف من سيادة الرئيس وهو جيبتو فارم مدينة الدواء المصرية بتكلفة أكثر من 5 مليار جنيه لدعم الاقتصاد القومي حتى تكون مصر عندها اكتفاء ذاتي من حوالي 80% مما يتم احتياجاته من الأدوية يكون إنتاجها محليا. ونعاون ونتعاون مع كل الدول الإفريقية من خلال هذا، وأتصور أن هذا المؤتمر والمعرض هو فرصة كبيرة لهذا الموضوع أن يكون هناك تعاون وشراكة. تستطيع مصر من خلال هذه الصناعة الواعدة أن تؤدي إلى اكتفاء ذاتي من خلال تعاونها مع أشقنا في القارة الإفريقية. إذا رحنا للمحور الثاني وهو الهام، وهو الطواقم الطبية والتمريض والأجهزة المساعدة، نجد أن مصر بها حوالي 2011 مستشفى يعمل بهم حوالي 120 ألف طبيب و52 ألف من الصيادلة والطاقم التمريض وأطباء الأسنان، يوجد 130 ألف سرير و15 ألف. ضخامة هذه المنظومة التي تخدم 60 مليون مواطن هي من ساهمت بشكل كبير في أن مصر في خلال أزمة كورونا سنتين قدرنا نستوعب كل الصدمات زي كثير من دول العالم يمكن تعثرت في هذه الصدمات. ولكن دعم القيادة السياسية والحكومة من توفير ما يقرب من 27 مليار جنيه، وأنا أكرر 27 مليار جنيه لدعم جائحة كورونا فقط، سواء من رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات أو اللقاحات، هذا المبلغ تم استثماره حتى نستطيع أن نرى ما تم إنجازه من خلال تعامل مصر مع الجائحة. ولكن التعليم الطبي هام جدا، لأن هذا هو المغذي للمنظومة الصحية. نمتلك ما يقرب من 43 كلية طب و38 كلية طب أسنان و57 كلية صيدلة، نخرج في منظومة الصحية بشكل عام ما يقرب من 30 ألف خريج سنويا. هل هذا يكفي؟ لا يكفي الحقيقة، لأن هناك نقص شديد في مقدمي الخدمات الطبية على مستوى العالم. ولكننا نعمل جاهدين على ليس فقط نحن نخرج يعني أطباء أو متخصصين في الرعاية الصحية، ولكن بكفاءة وبتدريب عالي. ومن هنا كان الدعم الكامل من سيادة الرئيس بدعم كل المعامل الخاصة بالتدريب وتأهيل الطلاب والدراسات العليا بالمعامل الافتراضية التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي والارتفيشال انتليجنس والذكاء المعزز وأيضا الفيرتشوال رياليتي اند اوجمانتد رياليتي. كل الأجهزة الطبية الحديثة التي تساهم في تعليم وتدريب الأطباء تم توفيرها، حتى المستشفيات الافتراضية التي تم التصديق من سيادة الرئيس أن يكون هناك 3 مستشفيات افتراضية، وهذا لتعليم وتدريب الأطباء أو كل الكوادر الطبية على أرقى مستوى. لم نكتفي بهذا، ولكن أيضا بالتعاون مع المؤسسات الدولية زي Royal College of Physicians and Surgeons في غلاسكو أو في إنجلند، تعاملنا مع World Federation for Medical Education، مع جامعة هارفارد، كل دي مؤسسات دولية لتعليم وتدريب الأطباء. منظومة الصحية منظومة متكاملة لابد أن يكون فيها المنشآت وفيها الكوادر الطبية وتدريبهم المستمر.
لو رحنا لثالث شيء وهو شيء مهم جدا وهو الخدمات الصحية، كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده بنسميه الاوتبوت ولكن ليس الاوتكم. الاوتبوت هو كل ما يتم إنشاؤه وعمله من أنشطة، لكن إذا ما كانش ده هيؤدي إلى خدمات صحية وهو الاوتكم يبقى احنا عندنا حاجة فيها مشكلة. كان عندنا مشكلتين في هذا الموضوع، نبتدي بشكل سريع علشان المواطن يحس بالخدمات الصحية، أو أن احنا نمشي في خطوات واثقة ولكن بشكل طويل أو متوسط المدى. الحقيقة اشتغلنا في الملفين، وده كان تكليف من سيادة الرئيس من حوالي 7 سنين عندما بدأنا في الحلول السريعة من خلال المبادرات الرئاسية، والحلول المتوسطة والبعيدة المدى من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع ومبادرة حياة كريمة. لو اتكلمنا على الجزء الأولاني، 11 مبادرة رئاسية، يمكن أكتر دول العالم كان فيها 6 أو 8 مبادرات رئاسية. مصر تبنت 11 مبادرة رئاسية تتعامل مع كافة المراحل العمرية على مستوى الدولة المصرية وكافة المحافظات. بنتكلم على 86 مليون مواطن استفادوا من هذه المبادرات الرئاسية بتكلفة قاربة 19 مليار و 35 مليون جنيه. لو بصينا على ما نوعية الخدمات اللي تم تقديمها، إذا كنا النهاردة بنتشرف بوجود هارفي ألتر وهو نوبل برايس لوريت وهو مكتشف فيروس سي، فنفتخر ونظل نفتخر في مصر أننا من الدول التي كانت تعاني من فيروس سي ولكن استطاعت بقيادة سياسية وبإرادة سياسية أن تتخلص. والنهاردة احنا متقدمين لمنظمة الصحة العالمية لإعلان مصر خالية من فيروس سي. فحص 70 مليون مواطن وعلاج ما يقرب من 2 مليون و2 من 10 مليون مواطن بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، ومستمرين. لما نتكلم على قوائم الانتظار أو التعامل مع قوائم الانتظار وهنتكلم عليها بالتفصيل، لما نتكلم على أن احنا بنشوف الأطفال المدارس 36 مليون طفل عشان نشوف السمنة والأنيميا والتقزم، وصحة المرأة والتعامل مع المليون سيدة، أكثر من 1.4 مليون سيدة بفحص لسرطان الثدي، وكشف المبكر عن فقدان السمع عند الأطفال، ومحاولة أن احنا نغير من حياة أسرة. كل دي مبادرات تمت من خلال السنوات القليلة الماضية بتكلفة كبيرة. تم فحص وتم اكتشاف كثير من الأمراض ولا زال العمل مستمر، وهناك تكليف من سيادة الرئيس ألا يقف المبادرات، على العكس لابد أن نبني على ما بدأناه. إذا اتكلمنا فقط على قوائم الانتظار، المرضى كانوا يعانون شهور بل سنوات من الانتظار لعملية جراحية في القلب أو عملية زراعة في الكلى أو في الكبد أو عملية جراحة الأورام. النهاردة بقى عندنا 1.3 مليون عملية جراحية تمت خلال الفترة السنوات القليلة الماضية بتكلفة حوالي 11.3 مليار، وإحنا بنتكلم على قساطر قلبية، عمليات قلب مفتوح، جراحات عظام، جراحات رمد، قساطر طرفية، زراعات قوقعة، زراعات أعضاء، وعلاج أورام. إذن ما نراه اليوم هو يعني حل سريع يستطيع أن يعني يخفف من ألام المرضى ويحسن من جودة الحياة لهم، ومستمرين أيضا في هذا المكان. كان سيادة الرئيس كلفنا أن احنا نسأل على التكلفة السنوية اللي ممكن أن احنا مع هذا الإنجاز، وإزاي نقدر نقلل من الفترة الزمنية في الانتظار. احنا النهاردة المريض ممكن ينتظر ما بين 2 لـ3 أسابيع حتى يتلقى العلاج بهذه الدقة، ولكن هناك أيضا توجه من سيادة الرئيس أن احنا نقلل فترة الانتظار حتى تكون بالكثير ما بين 1 لـ 2 أسابيع. والتكلفة السنوية ممكن تصل إلى 3.5 مليار جنيه سنويا علشان نستمر فيما بدأنا. لكن الحقيقة ما هو العائد من هذه المبادرات؟ هناك عائد استثماري، كل جنيه تم صرفه أو كل دولار تم صرفه هناك عائد 2.5 دولار، ودي دراسات اتعملت مع البنك الدولي. أيضا هناك استثمارات أو هناك استفادة من الأصول، ما تم شراءه من خلال هيئة شراء الموحد من أجهزة ومعدات ومستشفيات بقت تشتغل بشكل مباشر، ما بقتش تشتغل لأن بقى عندنا قائمة عمليات على مدار اليوم. فرص كبيرة لتدريب الأطباء في مختلف التخصصات، المستشفيات اللي كانت بتعمل 5 عمليات بقت تعمل 20 عملية، اللي كانت بتغير 10 مفاصل بقت تغير 30 مفصل في الشهر. إذن هذا كله فرص كبيرة لتدريب الأطباء وتشغيل المستشفيات، بالإضافة طبعا على تخفيف المعاناة وتقليل معدلات الفقدان للحياة أو فقدان لكواليتي أوف لايف أو المستوى الحياة.
طبعا مصر تقدمت في من خلال منظمة الصحة العالمية بملف متكامل في طريقة الحصول على الاستشهاد للخلو من هذه الفيروسات الكبدية. أما الخطة البعيدة المدى والمتوسطة المدى فهو مشروع التأمين الصحي ومشروع حياة كريمة، وده استراتيجية الوزارة التي عملت من خلال الدولة على بدء في المرحلة الأولى في التأمين الصحي لخدمة أكثر من 5 مليون مواطن تم تسجيلهم من خلال 6 محافظات في المرحلة الأولى، وتم تقديم 10 مليون خدمة إلى الآن في كافة المحافظات، وفي طريقنا نحن نتوسع في هذه المحافظات من خلال الهيئات التي تم إنشائها لهذا المعنى. لو رحنا إلى مبادرة حياة كريمة التي تعني بآلاف من المراكز والقرى في 20 محافظة، أيضا حياة كريمة ليست معناها فقط صرف صحي أو مياه أو كهرباء، ولكن معناها أيضا خدمات صحية متميزة متمثلة في إنشاء أكثر من 1119 وحدة ومركز طبي، 24 مستشفى، 1000 عربية إسعاف موجودين بره النهاردة، منهم مجموعة عشان نطلق المرحلة الأولى من حياة كريمة في عربيات الإسعاف والعيادات المتنقلة. هذه هي الدولة المصرية، وهذا هو ما تم من خلال الدولة المصرية. إذا كانت هذا هو جزء من المنظومة التي يمكن أن نساعد بها أشقائنا في أفريقيا من وجهة نظرنا، ولكن العمل مستمر والتطوير مستمر في هذه المنظومة الصعبة والغير مستحيلة، ولكن تطوير وإعادة هيكلة والعمل على تفرغ الأطباء والعمل على زيادة العائد الأطباء حتى يمكن أن يكون هناك منظومة متكاملة. هذا هو وجهة نظرنا في هذه الموضوع نقدمها إلى أشقائنا في أفريقيا. ومن لديه الصحة لديه الأمل، ومن لديه الأمل لديه كل شيء. He who has the health has the hope, and he who has the hope has everything. أشكركم شكرا جزيلا.